دكار السعودية 2022 السنة هذه سنة استثنائية بكل المقاييس، سواء كانت من عدد المشاركين، رقم قياسي 992 مشارك، هذه يمكن ما قد صارت، واللي تقدموا في التسجيل أكثر من 1000 متسابق، لكن يعني هذا العدد الأقصى اللي نقدر حنا نستوعبه الأمور تتعلق بأمور تنظيمية. فالحمد لله يعني مؤشرات كلها إيجابية. السنة هذه نسبة الحوادث ولله الحمد أقل، ما في تاريخ دكار أول مرة ما يكون في حالة وفاة خصوصا من الدراجين. اللي فازوا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لدكار السعودية 2022 هم من الخليج، دول الخليج. بارك لناصر العطية بطل الراليات لفوزه بلقب رالي دكار، وأيضا ليزيد الراجحي بطلنا بطل العالم يزيد الراجحي لفوزه واحتلاله المركز الثالث. يعتبر هذا أعلى مركز سائق سعودي حققه في دكار، فالحمد لله يعني إنجازات، عدد كبير، نسب حوادث أقل، فكلها يعني ميزت رالي دكار السعودية 2022. إحنا اليوم ولله الحمد اختتمنا النسخة الثالثة والرابعة والأربعين في نفس الوقت من دكار في السعودية. ما شاء الله تبارك الله، السباق كان جدا حاسم السنة هذه. 992 مشارك شاركوا معنا السنة هذه، الحمد لله ما كان في حوادث كثير، والأول مرة يعني فخر لنا إنه الشباب السعودي شارك بقوة. عندنا مشاعل العبيدان والكابتن دانيال عقيل، لأول مرة سيدتين بيشاركوا في دكار، هذا فخر لنا. وعلى مستوى النتائج في فئة السيارات عندنا طبعا رقم واحد كان الكابتن ناصر العطية، والمركز الثالث كان الكابتن يزيد الراجحي. فلأول مرة المراكز يعني في خضم المراكز الثلاثة الأولى كباتن أو متسابقين من الخليج بيفوزوا في دكار. بصراحة اليوم أنا مستمتع جدا بوجودي في مكان التتويج لرالي دكار 2022، وطبعا شفنا النتائج العظيمة اللي كانت من السائقين والمتسابقين السعوديين، طبعا يزيد الراجحي بالمركز الثالث، وأكيد كمان أنه رالي دكار يكون التتويج بالمركز الأول لنصر عطية أحد السائقين الخليجيين كمان طبعا فخر كبير جدا للسعوديين. إضافة على ذلك في كمان سائقات السعوديات، واللي هم فعلا كان بالنسبة لهم مجهود قوي جدا، وهم يعتبروا هذا ليهم أول دكار يشاركوا فيه، مجرد أن هم خلصوا ووصلوا لخط النهاية هذا الحال إنجاز. أشوف أنه مرة شيء حلو أنه كل الشباب يكون عندهم مو بس هواية، لا بالعكس يكون هذا تخصص، ويكون هذا يعني تخصص لهم أنهم يمارسوا الرياضة، لازم يكون شيء أساسي.